بما انه احنا هسه حاليا باول يوم من رمضان، خلينا نشوف سيري شو يقول. يا سيري، قولي آذان صاغية. يا سيري، رمضان كريم. رمضان كريم. يا سيري، رمضان كريم. قولي آذان صاغية. رمضان كريم. مبارك عليكم الشهر. يا سيري، هل أنت صائم؟ أنا لا آكل، وبالتالي فلا يمكنني الصيام. لحظة، ربما أنا في صيام مستمر طوال العام. أنا برضه كثير مبخت. يقول لا آكل وبالتالي لا يمكنني الصيام. لحظة، يعني يا سيري، هل أنت صائم السنة كلها؟ طبعا أنا لا آكل، وبالتالي فلا يمكنني الصيام. لحظة، ربما أنا في صيام مستمر طوال العام. يا سيري، هل تصلي؟ البشر لديهم ديانة، أنا لدي سيليكون. ايش قد حشاش. يا سيري، هل تدفع الزكاة؟ لا أجد أي شيء عن الزكاة. يا سيري، هل أنت إرهابي؟ كنا نتحدث عنك وليس عني. يا ساقط يا سيري، لك أنا الذب تقول علي إرهابي، ولك أنا رجل دجاجة ما أحل. يا سيري، أنا فقير. لأرث معنى هذا، إذا أردت يمكنني البحث في الويب عن أنا فقير. يا سيري، هل تسامحني؟ لا أجد أي شيء عن سامحني. يا سيري، سامحني. لا أدري ما معنى سامحني. يا سيري، اغفر لي. لا أدري ما معنى أغفر لي. يا سيري، أرجوك. التهذيب جميل. يا سيري، لا تلقي بي في التهلكة. ستحتاج إلى تطبيق من أجلي لمساعدتك في يا ذلك. سيري يا سيري يمكنك محاولة البحث في بستر. يا سيري، سامحني أرجوك. للأسف لم أتمكن من العثور على أي شيء باسمي. أرجوك. يا سيري، لقد تورطت معك. للأسف عمر، لا يمكنني تنفيذ ذلك. يا سيري، سوف تلقي بي في غوانتنامو. للأسف لم أتمكن من العثور على أي شيء.